رئيس الوزراء مع وزير المالية؟ طبعا كان يعني لقاء مثمر ما بين سيد رئيس الوزراء ووزير المالية ورؤساء تحرير عديد من الصحف المحلية والعالمية لشرح الخطة القادمة لوزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب. طبعا كان في اهتمام من وزير المالية بدمج الاقتصاد الغير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي لتعظيم الحصيلة الضريبية ومحاولة يعني مساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنيا يعني التعاون مع مصلحة الضرائب دون أن يكون في هناك أي مشاكل أو أي مخاوف، وده كان دايما بيستدعي التهرب الضريبي من صغار الممولين. دكتورة حنان، أنت دائما تعرفي أن الضرائب بتبقى مكروهة من أغلب المواطنين، يعني مش كل المواطنين بيميلوا أنهم يدفعوا ضرائب. هل سوف نجد أن الإجراءات اللي اتخذها سيادة الوزير سوف تعمل على زيادة الناتج القومي وزيادة الحصيلة الضريبية؟ يعني بالطبع ايوه، احنا بقالنا فتره في العديد من المواطنين الشرفاء والممولين المتعاونين مع الدوله اللي ابتدت طبعا تبني معاهم وزاره الماليه ومصلحه الضرايب جسور الثقه والتعاون، وابتدت ان هي تفهمهم توقيتات الافصاح عن ميزانياتهم والمشاكل اللي بتواجههم وكيف تخفضها من الحصيله الضريبيه، وبتحاول كمان بقدر الامكان هي تساعدهم فنيا ان هم يبقى عندهم كل الدعم من قبل وزاره الماليه ومصلحه الضرائب للتعاون المشترك. طبعا احنا عارفين ان حصيله الضرائب هي حصيله هامه جدا بالنسبه للموازنه العامه للدوله، لانها بتساعد الدوله لاستكمال العديد من المصروفات الهامه، وكلما زادت هذه المتحصلات الضريبيه وبقى في عداله في التحصيل كلما طبعا الدوله اتجهت الى التقدم والى الانتعاش الاقتصادي، لان ما ينفعش ان في بعض المواطنين يدفعوا ضرائب زي مثلا الموظفين القطاع الخاص، موظفين الحكومه والممولين اللي بيتعاونوا مع وزاره الماليه ومصلحه طيب الضرائب يا دكتوره حنان، يتهربوا ضريبيا وطبعا تفقر الدوله الفحص التقديري هذا يا دكتوره الكم حنان، الهائل من الاموال المفروض تخش خزانه الدوله. بالنسبه للفحص التقديري سعادتك، هل سوف نجد في الفتره القادمه تحسين لاليه الفحص التقديري؟ لان الفحص التقديري يعني في الماموريه في اغلب الماموريات في مصر بيتم تقديري، حتى لو كان في اتفاقيات ما بين الغرف التجاريه، ولكن هو في الاخر تقديري، يعني بيقدر طبقا لرؤيه الفاحص او لرؤيه المامور الفاحص او المراجع الفاحص او رؤيه الماموريه او طبقا لخطه الماموريه اللي بترسلها للقطاع. هل ده ممكن الوزير يتلمس ويعيد صياغه الفحص التقديري مره اخرى، ولا ايه رايك سعادتك في هذا الامر؟ لانه بيمثل نسبه كبيره من طبعا الاهتمام من قبل وزير الماليه الاعلان عنه ان موضوع الفحص التقديري هيكون في منتهى العداله، ويحاول اي مستندات يقدمها الممول حتى لو كانت مستندات مش يعني يراها يعني غير هامه، لا مصلحه الضرايب شايفاها هامه، يضم كل مصاريفه وكل ايراداته بطريقه، طبعا بيختلف بقى عن واحد يكون عايز يفصح عن واحد عايز يتهرب، وطبعا هيبتدي يبقى فيه المدربين اللي عارفين من قبل مصلحه الضرايب بنيه بقى الممول، بيبان برضو من تصرفاته من سلوكياته من المستندات اللي بيقدمها، وبتحاول بقدر الامكان وزاره الماليه ان هي تتعاون مع الممول عشان خاطر طبعا نوصل لحل يبقى يدفع فيه الممول مهما كانت منشاته صغيره او متناهيه الصغر المبلغ المطلوب منه، وساعات بيبقى فيه مبلغ مقطوع ووقت تاني بيبقى ما فيش بقى التقديرات الجزافيه، ولما بيتم طبعا التاخير في الفحص بيشوفوا سبب التأخير مين، لو كانت مصلحة الضرائب فما بيحملش الممول أي أعباء جديدة، لو كان الممول بيبتدي إن هم يتعاونوا معاه وبيحاولوا بقدر الإمكان لو في غرامات أو في أي عقوبات يعني أو ما إلى ذلك ما يتعداش مبلغ الضريبة، عشان خاطر نبتدي برضو نقول إن يعني بيلتمس العذر لهذا الممول بإنه يعني مش مستحب لديه استقطاع من إيراداته زي ما هم بيقول يعني الممولين، ولكن طبعا لو عرف كل واحد واجبه تجاه دولته زي ما هو بيحصل على حقوق زي ما بيحصل على خدمات
المفروض ان هو يفصح عن يعني ما يحصل عليه من اموال بتبقى عليها ضريبه ويسددها، لان احنا حتى في الغرب بيتكلموا ويقول لك انا دافع ضرائب، انا من حقي ان انا استخدم كل خدمات الدوله ان انا بدفع ضرائب، ودايما دي تبقى ميزه عند دفع الضرائب بتختلف عن لو كان ما بيدفعش ضرائب. وانا اتمنى ان المواطن المصري يبقى عنده هذا الوعي، لان احنا انت دوله قصد حضرتك متقدمه. يعني يبقى في حوافز تشجيعيه للي بيدفعوا ضرائب يبقوا مميزين عن اللي بيدفعوش بضرائب، انهم يستفيدوا اكتر من زي مثلا كارت تكافل وكرامه، اي خدمات اخرى، يعني اي خدمات اخرى بتقدمها الدوله تبقى في مميزات لمن هو يعني بيدفع ضريبته كامله وما بيروحش في منازعات مع لجان الطعن. تقصدي كده يا دكتوره حنان ولا؟ تمام. واكتر من كده كمان ان هو ممكن يبقى فيه مثلا لو في الدوله بتقدم اي قروض لمسانده استثماريه للمستثمرين، يحصل دافع الضرائب او المتعاون مع مصلحه الضرائب على هذه الميزه اكثر من اللي بيحاول يتهرب او يخفي بيانات ضروريه وهامه. طيب يا دكتوره، كان في فتره من الفترات في السنوات السابقه كانت مصلحه الضرائب كانت بتفكر، انا يعني انا بقول لحضرتك كانت بتفكر ان هي تعلي من شان الابلاغ. يعني ايه الابلاغ؟ يعني المواطن اللي بيبلغ عن المتهرب ضريبيا بيحصل على حوافز اخرى هو بيحصل عليها المبلغ. فهل ده في راي حضرتك يعني هل ده صح يعني ولا يعني هل يمكن لا، تطبيقه ده عمليا؟ بيعمل مشاكل جامده جدا، لان ممكن يبقى فيه خفايا في النفوس تؤدي الى هذا السلوك. وطبعا بتحاول مصلحه الضرائب في الفتره الحاليه ان يبقى التعاون ما بينها مباشره وما بين الممول، ما يكونش فيه اي وسيط عشان خاطر المخاوف من ان بيكون فيه ضغائن او يعني مشاكل شخصيه. كلما قننا كل وضع بالقانون السائد في هذا المجال، كل ما واحد بياخد حقوقه بيبقى عليه واجبات بيؤديها، انا ودي بشكرك جدا بيعمل جدا نوع جدا من يا دكتوره حنان. التعاون ما بين يعني كل يعني جهات الدوله، ويبقى في مصلحه الدوله وفي مصلحه الموازنه العامه الخاصه بيها. شكرا شكرا جزيلا لك يا دكتوره حنان، وشاكر جدا لحضرتك جدا. نيجي بقى لوزير السياحه. وزير السياحه اعتمد الضوابط والشروط المنظمه لرحلات العمره، ودعوني اقول لكم